السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين. والجزء الرابع من حقي أتعلم، من حق أي واحد يتعلم، وإن شاء الله أتعلم بسهولة بإذن الله أتعلم بسهولة. الحلقة السابقة كتبنا نفس السبورة نفس الوضع، كتبنا بعض الحروف وحاولنا نجمعها ماشي، وكتبنا بعض الحروف وسبناها هومورك واجب. في البعض كتب وفي البعض ما كتبش، ممكن يكون البعض عرف وممكن يكون البعض ما عرفش. في ناس اللي بتعلق معاها على اليوتيوب، في البعض كتب والبعض ما كتبش، وبرضو في ناس ممكن تكون ما بتعلقش معاها على اليوتيوب تكون كتبت او ما كتبتش. هنعتبر ان في جزء ما كتبش او ما عرفش يجمع، هنكمل بقيه تجميع الحلقه ماشي، وبعد كده ناخد ايه املاء تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وان شئت ربي جعلت الحزن سهلا. ناخد الكلمة دي، أول حرف حرف إيه؟ لام. علافة لام كده، دي اسمها لام بدون حركة، اسمها لام. طب لما تحط عليها حركة الفتح ما اسمهاش لام، لا اسمها إيه؟ لا 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 لا. طب وحرف العين؟ عا. وحرف الباء؟ با با. طيب هل هنا اقدر اجمع الكلمه دي؟ اقدر اجمعها، بس فيها بعض المشاكل لازم اعالجها الاول. طيب هو هيديني يا استاذ كلمات زي دي؟ لا طبعا، بس انا بعرفك ازاي تجمع كلمه. طيب هعمل ايه عشان اجمع الكلمه؟ لازم الحرف الاول، هما كم حرف؟ واحد اتنين تلاته، لازم الحرف الاول والتاني لازم يكون مدد ايده، والتالت ماسك فيهم. لازم يكون الاول والتاني مادد ايده، لازم يكون الاول والتاني ايه مادد ايده. طيب اللام دي مد ايديها؟ لا يا استاذ، دي عوج ايديها، لما ايديها على نفسها كده. طب العين؟ لا، مقوقعه نفسها، مش فارده نفسها خالص. طيب نعرف نعدلهم؟ نعدلهم. نعدل ازاي؟ ركز معايا. اللام اهي كده عدلتها، فردتلها ايديها المعوجه دي على السطر، وطالما فردت ايديها كده تاكد ان الحرف اللي جاي لازم يتصل بيها، لازم يمسك فيها. ما تعملش كده وتعمل الحرف اللي بعدها بعيد عنها، لا لا لا. امال هي مد ايديها ليه؟ ها الحرف اللي بعديها بقى لازم يتصل بيه. حرف ايه؟ العين اهي، وبرضه العين مد ايديها. فاضل حرف ايه؟ الباء. بس الباء دي يا استاذ كده مد ايديها ليه؟ ايوه مد ايديها ليه؟ ده المفروض هيبقى في حرف بعديه، بس ده دي اخر حرف، يبقى ما نمدش ايديه. لا 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 لا، لم ايدك بقى تاني كده، اتعد زي ما كنت الاول، شيء كده؟ لا، لم ايدك بقى يا حلوه كده. ها ونقرا الكلمه. ها لا، والعين على فتحة بيه عال. ها با لا عا با لا عا با لا عا با لعب. لا مش لعب، لا عا با لا عا با. ثلاث حروف خدتهم في دماغي أبدأ أقولهم. لا عا با كم حرف يا استاذ؟ لا عابة ثلاثة يا استاذ. ايه وايه وايه؟ لا عابة. لا يا حبيبي، لا تقول لام، ما احنا بنقطعها حروف اهي بقى، يبقى لام وعين وباء كده، قطعناها حروف. لا لام وعين وباء لما يتجمعوا يبقوا لا عابة. طيب ناخد اللي بعدها. ناخد اللي بعدها. في حاجة هتتعدل؟ ايوه فيها هيتعدل. ايه اللي هيتعدل يا استاذ؟ اي واحدة، اي حرف مقوقع نفسه او عامل ايده على نفسه كده اقول له لا لا، افرد ايدك، افرد ايدك عشان في حرف هيتصل بعديه. هنا الفاء، الفاء عاملة نفسها كده، اقول لا 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 ما ينفعش، افردي ايدك، افردي ايدك كده عشان افرد يدك عشان الحرف اللي جاي هيتصل بيك. فاء، وتفرد يدك على السطر. ها وهنا عند ايه؟ التاء. ها لا افرد ايدك، افرد ايدك اهي،
نحط الفتحه بتاعتها. ها نيجي عند الحاء، قال هي الحاء فرد ايديها ليه؟ هو ينفع الحاء دي تبقى في الاخر؟ قال لا ما ينفعش في الاخر، لان طالما مد ايدها يبقى في حرف هيتصل بعديه. ايوه صح يا استاذ. طب ما هو مفيش حروف، ده هي اخر حرف، يبقى الشكل بتاع الحاء ده ما ينفعش. امال انهي شكل؟ الشكل الثاني اللي هو ده. مش هنقولنا كل حرف دماغه فوق السطر وجزء منه تحت السطر له شكلين صح؟ ما عدا حرف الكاف بس. تمام. طيب يبقى انا اخد ايه؟ هاخد دي. بيروح واحد جميل عاملها لي كده، ركز معايا بقى. اقول له لا مش حلوه، خطا. ليه يا استاذ؟ ما هاي لا، ركز معايا. الحروف دي اللي هنكتبها دي لو تلاحظ تلاقيها كلها جزء منها فوق السطر وجزء منها تحت السطر. هي ايه دي يا استاذ؟ الجيم والحاء والخاء والعين والغين. تمام؟ الخمس احرف دول اي حرف يجي بعد يجي منهم في نهايه اي كلمه لازم احط رقبته كده على مسند، يسند عليها كده. كده، يعني اعمل ايه يا استاذ؟ اقول لك تعمل ايه بقى؟ دي ما تنفعش بقى. ليه؟ أنا عايز أحطه لأن هو له دماغ جزء منه فوق السطر، أهو. طب ما هو جزء منه فوق السطر يا أستاذ. وجزء تحت السطر، أهو. ها؟ هل هما اتصلوا ببعض بقى كده؟ لا يا أستاذ ما اتصلوش ببعض، يبقى نعمل له إيه بقى؟ نعمل له إيه؟ قعدة عشان نقعد رقبته عليها، يسند رقبته عليها، أهو. يسند الرقبة بتاعته عليه. ها؟ يبقى نقول بقى نقرأ كده، ها؟ ف ت ح ف ت ف ف ف ف ت ف ت ف ت ح فتح. اقرأ، افضل اقرأ فتح فتح لغايه ما اقرأها توصل معايا بسرعه فتح. يبقى انا كده قرأت زي المعلم. ابدا اكتبها، لازم اكتبها على الغايب، واكتبها مره بحركات وبرضه مره من غير حركات. احنا بنبدا من الاول اهو عشان اعرفك ازاي توصل لمستوى قراءة وكتابة بدون تشكيل او بدون حركات. تمام؟ تمام. ناخد دي بقى. حلوة يا استاذ دي. جاهزة. جاهزة يعني؟ جاهزة يا استاذ والله. الفاء مد ايديها. والحرف اللي بعدها برضو مدت ايديه. والميم اخر حاجة. تمام؟ برافو عليك. يعني مش هنعمل فيها حاجة خالص. لا مش هنعمل فيها أي حاجة خالص يا أستاذ. طيب هنعملها بقى كده. بس هنقرأها يعني. آدي الفاء وآدي الهاء شبكة فيها أهي. وآدي الإيه؟ الميم. أي ميم بقى بأي شكل، يا إما ميم تنزل كده كده، يا إما ميم يبقى لها إيه؟ ديل بس بسيط كده. دي صح ودي صح. ها نقرا بقى كده. ف ها ها ما فهما 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 فهما. طب تمام ناخد دي. ها حاجه هتتعدل، لازم اشوف التعديل. ايوه يا استاذ ده كله هيتعدل. يا راجل كله ليه؟ اولا ان انت هتتعدل يا استاذ لان هي ايه؟ مقوقعة ايديها عليها، لا مش هينفع، لازم افرد لها ايديها، يعني لازم احطها على السطر. تمام، والجيم؟ لا والجيم ما تنفعش يا استاذ، لازم برضه تمد ايديها على السطر. طب والحاء؟ لا الحاء برضه ما تنفعش، ليه كمان ما هي مادة ايديها؟ ايوه هي مادة ايديها يا استاذ بس هي في الاخر، ما تجيش بالشكل ده، امال تيجي بالشكل نقول بالشكل ده. تمام؟ يلا مع بعض بقى كده.
ادي النون بدل ما تبقى تحت السطر، لا افردها على السطر كده، ودايما نقطة النون تبقى في نص النون. صلاة العشاء. نعم. ها؟ والجيم؟ مادة ايديها اهي. نا جا ها؟ وايه تاني؟ والحاء، الحاء احنا قلنا الحاء نعمل لها ايه؟ نعمل لها رقبة كده عشان تقف عليه. اهي. ها شايف الرقبة؟ اهي. ها تبقى ايه؟ نجا ها نجا ح برافو عليك نجح نجح ها لسه فاضل كمان ها 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 في حاجة هتتعدل؟ أيوة يا أستاذ فيها هيتعدل. إيه الراء يا راجل؟ ده الراء ملهاش إلا شكل واحد، إيه اللي هيعدلها؟ والزين؟ طب ما الزين ملهاش الا شكل واحد، ايه اللي هيعدلها؟ ده هتفضل زي ما هي كده. ايوه يا استاذ يبقى القاف. برافو عليك، اسمها ايه؟ قاف، قاف ولا كاف؟ قا قا قاف قا قا مش عارف الفظ ما بين القاف والكاف، كل ما انطقهم يطلعوا شكل بعض. هعمل ايه؟ بحط ايدي على الحنجره كده واضغط بسيط واقرا الحرف قا 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 قا. شيل ايدك كده كا 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 كا. وصلت؟ اوعى تضغط على نفسك جامد ها ماشي عشان انا بحبكم. ها يلا الراء زي ما هي. وازاي زي ما هي؟ والقاف اعدلها. اعدلها ازاي؟ ارجعها لطبيعتها الاصليه خالص لان هي جايه في اخر الكلمه. اهي جزء منها فوق السطر وجزء تحت السطر. اهي رازا اهي را ها زا ها رازا ها قا 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 رازا قا رازا قا. امال دي ايه بقى؟ هعدل. ايوه يا استاذ هنعدل. طب هتعدل ايه؟ لو قلت لي تبقى ممتاز جدا. هتعدل ايه؟ هعدل الشين يا استاذ. برافو عليك. في حاجه تاني؟ لا يا استاذ مفيش. طب اكد كده، اتاكد كده. ايوه يا استاذ فيه حرف الكاف. ماله حرف الكاف؟ ما هو على السطر اهو. لا يا استاذ ده الكاف دي بتيجي في نهايه الكلمه. يعني معنى كده هي جايه في النص؟ ما ينفعش بالشكل ده يا استاذ. امال ينفع ازاي؟ ما انا هكتبها لك يا استاذ عشان تشوف. تمام اكتب بقى كده. يلا يا سلمى، يلا يا سلمى اكتبي كده معايا يا سلمى. ها ادي الشين اعدلها اهو يعني تبقى على السطر، واحط الثلاث نقط بتوعها بشكل جميل والفتحه عليه شاء. هنا الكاف بقى ايوه يا استاذ هعدلها. طب اعدلها كده، هعدلها لك يا استاذ واخليها لك بلون مختلف عشان تبقى عارف ان الكاف دي هي اللي بتيجي في نص الكلمه او في اخر الكلمه. برافو عليك، برافو عليك يا سلمى، برافو عليك يا ياسمين. وهشار، هشار ها، وعلي ها، اهل المغرب حبايبي ها. والراء ها تبقى ايه بقى؟ ها شا ها كا را شا كا را شاكرا شاكرا. كده خلصنا الكلمات اللي كانت علينا املاء. عايزين ناخد بقى بعض كلمات تانية. طبعا احنا مسحنا السبوره طبعا معلش، وطبعا ايه كتبنا كلمات هنجمعها وفي كلمات هنقراها، بس انا مش هكتب كل اللي احنا هنجمعه. انا هكتب كلمة واحدة فيها حاجة مهمة خالص. الكلمة دي، الكلمة دي عبارة عن ايه؟ ثلاث احرف. حرف ايه وحرف ايه؟ حرف الذاء، ودي خمسة، ودي باء. خمسة خمسة دي اعداد حسابية. امال دي ايه يا استاذ؟ دي تاء مربوطة. لا، التاء المربوطة زيها بالظبط بس عليها نقطتين. دي اسمها ايه؟ تاء مربوط.
مش انا عندي تاء مبسوطه يعني تاء مفتوحه اهي، دي تاء مبسوطه او تاء مفتوح، ودي تاء مربوط. امال دي ايه بقى؟ دي هاء. ديت ايه؟ هاء. هاء يا استاذ انا اللي اعرفه ان الهاء بالشكل ده صح. امال ايه دي يا استاذ؟ دي برضو صح، دي هاء، دي هاء ودي هاء. وفي كمان هاء. دي هاء يا استاذ. ايوه وفي كمان هاء. قال لا الاربعه هاء اللي احنا خدناهم فاكرهم ولا مش فاكرهم؟ فاكرينهم. طيب انهي واحده بقى في الاربعه دول هتيجي في النص؟ ركز كويس جدا. اللي هعلمك عليها بالاخضر دي ما تجيش الا في الاخر. دول لازم يجوا اخر الكلمه. طب لو جم اخر الكلمه هحط ايه؟ دي ولا دي؟ هقول لك هحط دي. ايه ده يا استاذ؟ اقرا بس الحروف دي الاول كده. ها الحروف دي ايه؟ ألف بدون همزة، ألف مهموز، مهموز يعني ايه همزة؟ عليه همزة، دال، ذال، راء، زي، واو. دي بنقول عليهم الحروف الستة أو قاعدة الحروف الستة. إيه الحروف الستة؟ الألف، إحنا بنقول الألف مهموز وبدون همزة، يعني بدون همزة وعليه همزة، بنقول عليهم ألف، بنقول عليهم واحد. يبقى واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. القاعدة الحروف الإيه؟ الستة. الألف والدال والذال والراء والزاي والواو. إيه مالهم دول يا أستاذ؟ هقول لك مالهم. لو جت هاء آخر الكلمة، آخر الإيه؟ الكلمة. هي دي مش جاية في الآخر، ده جاية في النص. طيب لو في هاء آخر الكلمة ماشي؟ خلاص؟ هاء اخر الكلمة؟ طب ما هنا اتنين هاء يا استاذ. تمام. الهاء دي يا حبيب قلبي تأتي في نهاية الكلمة إذا كان قبلها حرف من الحروف الستة دول. حرف من الحروف الإيه؟ الستة. الألف والدال والذال والراء والزاي والواو. ليه بقى؟ هقول لك ليه. لأن الألف والدال والذال والراء والزاي والواو دول لهم إيد واحدة بس. مش إحنا قلنا أي حرف له إيدين؟ أدي إيد وأدي إيد. صح؟ والحرف ده ادي ايد عند الرقبه وادي ايد، والحرف ده ادي ايد وادي ايد، والحرف ده ادي ايد في الاول وايد في الاخر. ها شفت حرف الراء؟ مالوش ايد. انت عارف لو مالوش ايد، انت عارف هو لو له ايد كان اتصل بالحرف اللي جاي بعديه، صح؟ لو له كمان ايد، لو له ايدين اتنين كان اتصل بالحرف اللي جاي هيكتب هيتكتب بعديه. عرفت ليه؟ الراء والال اهي، ادي الراء اهي لا يمكن تتصل بالالف لان ملهاش الا ايد واحده اللي هي دي ده بس. وصلك؟ عشان كده هتتصل باللي بعدها ازاي؟ عرفت؟ طيب طب لو اللي بعدها حرف الهاء بقى هي هتتصل بيه؟ لا يبقى هختار دي. يبقى الحرف الهاء ده بيجي امتى؟ لو اي كلمه اخرها حرف هاء بس قبلها الف او دال او ذال او راء او زي او واو اللي هم الحروف الست. طيب طب احنا عرفنا دي يا استاذ. طب دي تيجي مع أي كلمة تنتهي بحرف الهاء وما يكونش قبلها الحروف دي. يعني هاء قبلها حاء، حاء دي. هاء قبلها ميم، أختار دي. هاء قبلها نون، قبلها قاف، قبلها عين، قبلها غين. ماشي؟ خلاص؟ قبلها صاد، قبلها صاد، قبلها ضاد، طاء، ظاء، أي حرف غير دول هختار الهاء دي. يبقى الهاء دي بتيجي في الاخر خلاص مع اي حرف خلاف الحروف دي. اما الهاء ديت بتاتي في النهايه بس لازم يكون قبلها حرف من الحروف دي اللي ما بيشبكش في حاجه. تمام. طب احنا عرفنا دي ودي يا استاذ. تمام. عارف الهاء دي ما تجيش الا في النص.
يبقى أنا عندي هاء لا تأتي إلا لازم يكون قبلها الحروف دي، وعندي هاء لا تأتي إذا كان قبلها الحروف دي، ما تجيش بعدهم خالص. عمر الهاء دي ما تيجي بعد الألف، لأن هي مادة أيديها هاء، هي هتمسك في الألف؟ لا طبعا. خلاص؟ وعندي هاء، عندي هاء مالها؟ مالها الهاء اللي عندي؟ عندي هاء دي ما تجيش إلا في النص، في نص الكلمة. في كلمات وفي كتب بتكتب الهاء دي، وفي كتب ما بقتش تكتبها خالص، وده خطأ على فكرة. بقوا يستبدلوها بالهاء دي. فأصبحت الهاء دي تنفع تيجي في بداية الكلمة وتنفع تيجي في وسط الكلمة. في بداية الكلمة وسط إيه؟ الكلمة. عرفت أنا بقول لك هشرح لك دي ليه؟ عشان قاعدة الهاء دي وقاعدة الحروف الست. ركز بقى معايا. هعمل فيها إيه دي بقى؟ ها؟ الدال أهي. الدال هيشبك فيها حاجة؟ لا يا أستاذ. ده الحروف الستة ما بيشبكش فيها أي حاجة خالص بجاي بعدها. برافو عليك. يبقى اي، يبقى حرف الهاء هيجي ايه؟ هيجي بعيد عن الذال. طب انهي هاء؟ ما احنا قلنا يا استاذ الهاء دي مش هتنفع. امال انهي هاء؟ الهاء دي هي اللي هتنفع. ليه يا استاذ؟ طب ما نكمل نعملها في النص. لا، الهاء اللي في النص دي يا حبيبي لازم تكون متصله باللي قبلها واللي بعديها، متصله باللي قبلها واللي ايه؟ واللي بعديها. شايف لها ايدين اتنين اهم، انما دي مالهاش الا ايد واحده اهي. اهي والباء، ونحط الفتحه هنا والفتحه هنا ونقرا الكلمه. ها ذا، ها ها، ها با، ذا ها با، ذا ها با، ذا ها با. هنجمع الكلمتين الاثنين دول واجب، وانا هقرا لك السطر ده، ويا ريت انت تقرا لي السطر ده في الواجب. بعت لي على الواتس، بعت لي على اي حاجه، اتصرف، اتصل بيا بالتليفون، كلمهم قولهم لي اي حاجه، اتصرف. ها، اول حرف هنا ايه؟ حرف الكاف. الكاف هنا على ايه؟ كله، ما كله يا استاذ مفتوح. الكاف مفتوحه يبقى كا. ها، بعدها التاء مفتوحه تبقى تا، بعدها الباء مفتوحه تبقى باء. طب ناخدها واحده واحده. كبت، كبت ايه بس؟ كاب هي بعد الكاف باء، ده بعد الكاف ايه؟ تاء. يبقى كا تا با، كا تا با، كتب، كتب. ها، ناخد دي. خا، ها آ، آلي يا راجل، هي دي ألف أهي يا أستاذ؟ لا يا حبيبي دي مش ألف، الألف أهو، أو من غير همزة أهو، لأن الألف ده ما يتصلش بيه أي حاجة، لو حطيت له خط بعديه كده أهو ما بقاش ألف، بقى لام. شفت أهو؟ هو كده ألف، هو كده ألف. لو عملت له خط أهو، لو عملت له قاعدة على السطر على طول ما بقاش ألف، بقى لام. ها، يبقى هو في الأصل دي إيه؟ لام. ها، خا، لا، ها، برافو عليك، برافو عليك يا سلمى. خالعة، خالعة، خالعة. ها، ها، قا، ها، ده مش متوصلة، موصلة. قا، ها، را، قا، را، آ، قارآ، برافو. ها، حا، ص، 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 ص. ما اقولش سا، ما ينفعش، ما اقولش حسد، حسد، لا ده حسد دي جايه من حسد، انما دي اسمها ايه؟ حصا، صاد، حصاد، حصاد يعني جمع، جمع، حصاد. ها، ودي ها تاء، تاء يا راجل، يا راجل دي تاء، بص لها يا حبيبة قلبي كده، دي تاء؟ لا يا استاذ مش تاء، دي طاء. طب ما تنطقيها طاء يا حلو. ها، نقول عليها ايه؟ الطاء دي حروف مفخمة؟ يبقى اقول كده اهو، طا، طا، طاحنة، طا، طاحنة، طاحنة. ها، ها،
الكلمه دي فيها حروف لثويه؟ ها فيها حروف. ايوه يا استاذ فيها حرف لثوي. ايه هو حرف اللثوي؟ حرف الذال يا استاذ. الذال احط لساني بين لساني وبنطقه. ذا ذا زي دي كده ذهب. ها ذا يبقى نقول ايه؟ با ذا با ذا را بدر بدر. كده كتبنا الكلمه اللي خطا وقرانا مجموعه كلمات. يا ريت تعمل لي الهوم ورك الواجب اسف. الكلمه دي والكلمه دي جمعها لي واقراها لي واقرا لي السطر ده في الايه في الهوم في الواجب. نكتفي بهذا القدر. نترككم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي استفسار اي تواصل 010-211-69941 او من خارج البلاد 00-210-211-69941. والى لقاء اخر. نترككم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.